دائما شيرين ابو عاقله بتيجي للناس وبتعمل معهم لقاءات. بسعدنا انه مره ان احنا نزبط شيرين ابو عاقله الاعلاميه المتمرسه، بنقدر نقول المخضرمه بس بدناش نكبرك عمرا، بس منكبرك تجربه يعني. كل عام وانت بألف خير. وانت بألف خير يا ربي. كيف الصحه؟ الحمد لله كل شيء تمام، نشكر الله. يعني رغم الجيش ورغم الكلاب ورغم كلاب الكلاب ورغم الخياله جاي تقعدي على الدرج؟ قاعدين والله. احنا في حاله ترقب دائمه، بتعرف الصحفيين احنا لا بنهدى بعيد ولا برمضان ولا باجتياح ولا بجائحة ولا بمنع تجول، فإحنا جايين نراقب يعني. إن شاء الله الأمور رائعة، إن شاء الله الشباب يكونوا يعني الناس مبسوطة في شهر رمضان يعني. أنا بعرفش، عندي رأيي يعني. إذا يا بتخالفيني يا بتوافقيني عليه، القدس عاشت 3 سنوات ونص، 2.5 سنين من الكورونا، وما بعد الكورونا أجت كورونا الاحتلال. يعني الأرنونة والضرائب ما رحموهم. أنا بقول رمضان يعتبر متنفس اجتماعي وديني وروحاني واقتصادي أيضا لتجار القدس. رأيي أنه نفسح المجال لتجار القدس يعوضوا بعض خسائرهم بهذا الشهر الفضيل، خاصة منهم بنتظروا إجر إخواننا من الضفة، من غزة، من شمال فلسطين، أنه يجوا زي ما بقولوا باللهجة الشعبية يهبوا ريحنا. والله يا ريت يعني. أنا بقول لك القدس يعني أنا بنت القدس أكيد. والقدس بتحزن صراحة، لأنه لا بيقدر يوصلها ابن الضفة ولا ابن غزة ولا حدا من برا، فوضع القدس مخنوق جدا جدا. إنك تشوف في شوية حركة والناس تقدر تتحرك وهذا المشهد باب العمود إنه الناس موجودة بشرح القلب، لأنه صراحة هم غايتهم يفضوا هاي المنطقة. فلما أنت بتشوف شباب وصغار وأطفال وناس عمالها بتيجي وبتشتري، كل ما صار في اقتصاد وكل ما صارت الناس تشتري أكتر، هذا بثبت كمان أهل القدس، بثبت التجار، ما بدنا محلات تسكر أكيد. إحنا والله أنا بقول يا شيرين هذا المشهد القعدة هاي لحالها بتقهرهم بالزبط. حتى لو شوفوا لو بلعبوا فوتبول، لو بغنوا، لو بكذا، وكون وجود أي فلسطين على الدرج هون لحاله بقهر، لحاله مقاومة يعني. مزبوط. وأنا بقول يعني هذا بابنا وهذا درجنا وهذه حارتنا وهذا بيتنا وعتبتنا، لازم إحنا نحافظ عليه. طبعاً طبعاً. يعني أنا بدي أقول لك إشي، يعني إذا إشي أنا يعني مبسوطة عليه إنه بتشوف في ناس هم بيحاولوا يفضوا الدرج، بيحاولوا يفضوا البلد القديمة، بيحاولوا المحلات تسكر والناس تهرب من القدس. فكل ما بتشوف في حركة هذا بحد ذاته، يعني أنا بقول وجود ابن القدس في مدينته هاي معركة بحد ذاتها. صحيح. يعني مش بحاجة لأكتر من هيك، يعني مجرد ما أنت قادر مع كل اللي حكيته، المخالفات والضرائب والتضييق وسمة البدن، إنه يضل موجود هون، هذه إلنا مكسب. هذا البرنامج اسمه ناس وحراس. والله أعجبك الأسم؟ والله وأكتر حراس على مدينة القدس هي أهلها. بالضبط، عشان هيك إحنا أسميناه ناس وحراس، هم ناس المدينة وحراسها، على أكتافهم تقوم المدينة، وهم أيضا يعني الدائمون لها ما دامت دهر يعني. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله تضلها، وكل عام وانتم بخير للجميع. بنحكي الإعلامية العاقلة شيرين أبو عاقلة، بنقول لك كل عام وانت بألف خير. خير يا رب. وان شاء الله كل رمضان وكل يوم وكل مناسبة نشوفك على هالدرجات، والناس تتمتع برمضان روحانيا واجتماعيا واقتصاديا. كل عام وانت بخير، وانتم بألف ألف خير، وكل اللي عمالهم بيشوفونا بألف خير، واهلنا وشعبنا بألف خير يا رب.